ميسز إسراء مهنيا مش محتاجة شرح، جاكيتتها تحكي عنها. النهاردة احنا بنكرم ميسز إسراء المدبولي على الإنجاز الجديد. ميسز إسراء، انت تفوقتي على الإدارة السابقة واستحقيتي أرفع وسام فندقي، وسام الوسيم. وسام ايه يا فندم؟ وسام الوسيم، زي مجلة المجلة وبرنامج البرنامج. أرفع وسام ايه؟ ده أدخن وسام شفته في حياتي، ده عايزة جاكيتين عشان تلبسه. بصراحة انت خليت الفندق من أحسن 5 فنادق في القارة، وده إنجاز ما قدرش مستر وسيم السريتي يحقق. للأسف الإدارة السابقة الفاشلة كانت عاقبة في مسيرة نجاح الفندق بالتصرفات المستهترة اللي كانت بتعدي كل اللي حواليها. لكن زي ما في شخصيات سلبية في حياتنا زي المدير الفاشل السابق مستر وسيم السريتي، في برضو شخصيات إيجابية في حياتنا. عشان كده أنا بهدي نجاحي للرجل الأول، مصدر طاقتي الإيجابية وسبب نجاحي، حبيبي وجوزي وسيم السريتي. جميل أفندم. هي مش لسه كانت بتهزقه؟ دي فقرة ودي فقرة. مكانك. حاضر. شاطرة طبعا، بس لسه هبلة زي ما هي.